بيكو في قناة تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا الإيطاليانو كل لارا. لو أنتوا لسه جداد في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس علشان كل مرة بنزل فيها فيديو جديد يجيلكوا بيه نوتيفيكيشن. فيديو النهاردة مش هطول فيه عليكو، حابة بس أتكلم عن نقطة سريعة زي ما أنتوا شفتوا من عنوان الفيديو كده، ألا وهي النصب والوهم في تعلم اللغة الإيطالية. للأسف في الفترة الأخيرة لقيت قنوات كتير جدا تقولك مثلا اتعلم الإيطالي في أسبوع، اتعلم الإيطالي في 10 أيام، اتعلم الإيطالي في شهر، اتعلم الإيطالي في يومين، وحاجات كتير كده. الحقيقة إن ده اسمه وهم وده اسمه نصب، لأن ببساطة جدا في دراسات اتعملت اوضحت ان محدش يقدر يتعلم اللغة ايا كانت اللغة دي قبل 6 شهور. دي نقطة. والنقطة التانية ان انا بقول الكلام ده عن تجربة، مش ان هو مثلا كلام فاضي. انت مستحيل تتعلم اللغة بصورة سريعة. لو انت حتى هتذاكر ليل نهار فانت مستحيل تتعلم اللغة بصورة سريعة، لان في حاجة اسمها اساسيات اللغة اللي انت لازم تتعلمها ولازم تتقنها علشان تعرف تتكلم صح. انت علشان تتكلم وعلشان تتقن اللغة، علشان تعرف تعمل حوار مع شخص ايطالي وتعرف تعمل حوار كامل متكامل بكل اركانه، لازم تدرس كل القواعد اللغوية في اللغة الايطالية. ولكن لما يجي يقولك احنا بنقسم اللغة لمستوى A1 A2 B1 B2 C1 C2، احنا بنعمل كده، او الاتحاد الاوروبي حتى مقسم اللغات بالصورة دي علشان في مستوى اللي هو المبتدئين اللي الشخص يعرف يعبر فيه عن نفسه، يعرف يتعامل في الحياة اليومية، يسأل مثلا منين اركب عشان اروح المنطقة الفلانية، ازاي اقطع التذكرة، ازاي احاسب في السوبر ماركت. فدي حاجات مش بتحتاج تفاعل كتير مع الشخص اللي قدامك. من ناحية المستوى التاني اللي هو المستوى B1 B2 اللي هو المستوى اللي بيستخدموه او بيتم استخدامه علشان الدراسة في الجامعات او الشغل حتى في اي مكان في ايطاليا برا ايطاليا، فده مستوى متوسط متقدم. لازم تكون عارف عدد معين من القواعد اللغوية علشان تقدر تتحرك في الإطار ده. نفس الكلام بالنسبة للC1 للC2، وده اللي هتكتسبه من خلال دراستك المتعمقة للغة الإيطالية ودراستك لكمان بعض التعبيرات اللغوية المركبة، وكمان العيش ذات نفسه في ايطاليا. فاللي هو يا جماعة مفيش حاجة اسمها اتعلم اللغة في يوم، اتعلم اللغة في اسبوعين، مفيش حاجة اسمها كده خالص. لازم تعرفوا ان اي حد عايز يوصلك للطريقة السهلة انك تتعلم اللغة، اعرف ان هو بيضحك عليك، اعرف ان هو بيضحك عليك وان انت هتضيع وقتك حرفيا. انت علشان تتعلم اللغة بصورة سليمة، اول حاجة يكون عندك مادة علمية تمشي عليها. المادة العلمية من اختيارك انت، ممكن انت تختار حاجة انت مرتاح عليها، زي ما انا كلارا مرتاحة على كتب شغالة بيها في الكورسات بتاعتي، ما حبش ان انا اغيرها. دي نقطة. النقطة التانية تشوف ازاي هتقدر تفهم الكلام اللي موجود في الكتب ده من اوله لاخره. مش ان مثلا حد يجي يقول لي هو لازم الدرس ده، هو احنا محتاجين علشان نتكلم في الحياة اليومية النقطة دي. تخيل نفسك وانت مثلا بتتكلم عربي، حد يجي يقول لك هو احنا مثلا لازم نستخدم قاعدة الشرط، هو احنا لازم نستخدم الكونديشنالي، كل النقط دي. فيا جماعة اتعبوا، لان لو انت ما تعبتش علشان تتعلم اللغة مش هتوصل لنقطة. سيبكم من اللي بيقولكوا تعلموا اللغة في يومين اتنين، محدش بيقول كده. لو انتوا فاكرين ان العملية كده، ده وهم حقيقي، وهم حرفيا. يعني لازم تعرفوا
النقطة دي، دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لي أنا كلارا، أنا علشان أتعلم اللغة ما قعدتش يوم ولا اتنين، لأ أنا فضلت سنين وسنين وسنين علشان أتعلم. ولكن مش معنى كده إنك هتقعد سنين وسنين، لأ، لأن في حالتي أنا دارسة في كلية لغات، فالكلية 4 سنين، كانت كل حاجة مقسمة على ال4 سنين دول. فيعني مش عارفه الحقيقه اقول لكم ايه. دي نقطه. النقطه الثانيه، المصدر اللي انت بتاخد منه اللغه مبدئيا كده، يعني ما ينفعش تاخد اللغه من حد راح مثلا يعني اتعلم اللغه لمجرد ان هو قاعد في ايطاليا تعرف كلمتين وبعديها هوب قالك ان هو بيعرف ايطالي. صدقوني يا جماعه، اللي عارف اللغه غير اللي دارس اللغه غير اللي واخد كورسات لتدريس اللغه. يعني العملية مش عافية خالص. انت علشان تدرس لغة محتاج تاخدها من متلقي دارس للغة على اساس اكاديمي، مش حد عارف اللغة لمجرد ان هو قعد فترة معينة في ايطاليا، او ان هو مثلا حتى الناس اللي هم متخرجين من كليات اللغات. انت ما ينفعش تساوي مثلا واحد لسه متخرج وهو بقى عارف اللغة بحد مثلا عامل كورسات ومتعمق في اللغة بقاله سنين ومعاه زي شهادات ودبلومات تؤهله للتدريس. ما كانوش عملوا امتحانات الديتلز، ما كانوش عملوا امتحانات اللي هي تثبت ان الشخص ده مؤهل للدراسة. انا هكتب لكم يعني كلمة الديتلز دي اللي هو امتحان الديتلز، ان الايطاليين ذات نفسهم بيمتحنوه علشان يكونوا مؤهلين للتدريس للاجانب. فياريت يا جماعة يعني تتعبوا في تعلم اللغة، ما تنسقوش ورا اي حد بيدلكوا على الطريق السهل. الطريق هيبقى سهل لو انت تعبت علشان تتعلم، وقتها بس انا اضمن لك انك تعرف تتعلم الايطالي واي لغة تاني انت حابب تتعلمها. بس كده، لو عندكم اي اسئله سيبوها لي تحت في التعليقات، وان شاء الله هرجع انزل لكم حلقات الكرتون تاني. تشاو.